عندي 10، 7 ولادي و3 ولاد جوزي، بس ربيتهم بميرضي الله. يعني ولاد جوزي حنين عليا عن ولادي، 5 بنات و5 صبيان، فضل 3 ما اتجوزهمش، الباقي كله اتجوز. ان شاء الله ربنا كل واحده معاها 3 ولا معاها 2 ولا معاها 4. ابن مع واحد معاه ولدين وبنت، واحد معاه بنتين وولد، واحد معاه بنتين، ومعايا البنت بنت جوزي معاها 3 عيال، بنتين وولد، والتانية معاها برضو ولدين وبيت. جوزي متوفي من 20 سنة، هو كان عنده المرض الخبيث، كان على دراعه كده، على دراعه يا ابني، يقعد على الأنطرة يستنى شغلانة كده كده. مانيش معاش ولا لي حاجة، بقبض من معاش السادات، باخد 215 من الشؤون، بكمل عليهم وندفعهم أجار. احنا بنعمل شوية الخضار، بجيب القرش اللي باخده بقى 215 ازود عليه، نحط عليهم شيء وندفعهم للايجار. ده لما اجيب نص كيلو لحمه لا الايجار، اجيب فرخه لا الايجار. طب انت وراك الايجار، ما تقدرش تعمل حاجه، تتلكفت القرش وعينه عشان الايجار. بقى عيالي بقى الكبار بقى هم يروحوا يجيبوا لي، وانا اعمل وانا ببيع في البيت، لما ببيع شويه الخضار بقى وخلاص. ماليش الله ربنا سبحانه وتعالى. انا جوزي ميت ما كانش معايا حق رغيف عيش، وكان بقى الرغيف العيش بشيلي. انا كنت بجيب ب3 جنيه عيش ناكله وحاف، ما ناكلش اللحمه الا من العيد الكبير لما حد يذبح ويديني حته لحمه ولا كده. كنت متحزمه بحزامين ومشمره بشمرين عشان عيالي ما يحتاجوش لعمامهم ولا لحد. كنت ببيع صابون وكرول بجيبهم من محلة كبيرة، كنت بخبز عيش. كنت مثلا واحدة ندبتني مثلا ده شغلانة اعملها لها، ربيتهم بما يرضي الله. الله أكبر، لا طلع عندي عيل حرامي ولا عيل مشاغب ولا عيل بيعمل حاجة ولا ما، كلهم ربيتهم بما يرضي الله، بس ما كملوش تعليمهم. بس هم متربيين على الأمانة والشرف. 10 عيال يكملوا تعليمهم منين؟ كنت أجيب ب3 جنيه عيش أكل ولا أودي مدارس. بس كلهم متعلمين لغاية اللي هو عنده أولى إعدادي واللي في تالتة، لغاية تالتة إعدادي، لغاية تالتة إعدادي. يا بنت واحدة بس اللي خدت الدبلوم. بيشتغلوا على إيديهم برضه، مالهمش وظايف ولا شغلة، على إيديهم برضه. يعني عندك شغلانة، عندك كده، عندك كده، بيشتغلوا. عندك شوية تراد ينزلوهم، عندك شوية عمويد، شوية بتاع أي حاجة، بيرزق ربنا بيرزقهم برضه عشان خاطر عيالهم. ما كل واحد معاه يجي 3 عيال و4 عيال. سيبك من الجامعة ومن العلوم، عايزاهم يطلعوا بما يرضي الله، ياكلوا لقمتهم بالحلال.